المأساة السورية، كل الذين دفعوا الثمن هم السوريين، كل الذين استفادوا من الثورة هم غير السوريين، كل الذين ماتوا هم الأشراف الفقراء في الوطن، كل الذين استفادوا من هذا هي ما تسمى بقيادات النظام وقيادات المعارضة. كل واحد قاعد وعم يساوي البزنس تبعه بدون استثناء. هل ساعدت بعض الدول السورية؟ ولا دولة من دول العالم ساعدت في إيجاد الحل، وليس في استقطاب اللاجئين. استقطاب اللاجئين هذا شيء ثاني، ولكن لم تساهم أي دولة فعلية بإيجاد الحل للمشكلة السورية. الجميع شارك في تأجيج الصراع في سوريا، الدول شاركت في تأجيج الصراع في سوريا، ولكن بأيدي سورية رخيصة. هذه هي المأساة السورية، مأساة بكل ما تعني الكلمة من معنى. ما حد يفكر أنه الموجودين في الغربة فرحانين، ما حد بيفرح بيطلع من بيته غصبا عنه، ما حد. هذا التهجير القسري للشعب السوري. كل ما تعني الكلمة من معنى، سوريا دمرت قبل كل شيء اجتماعيا وأخلاقيا واقتصاديا، وكل ما تعني الكلمة من معنى. لم يبقى أحد في سوريا ولم يدفع الثمن إلا ما تسمى القيادات المعارضة، بين قوسين قيادات وقيادات النظام. هؤلاء الوحيدين الذين استفادوا من هذه الثورة. سوريا مأساة هذا القرن. هل يعقل أن يهجر من الوطن أكثر من مصر؟ هل يعقل أن يموت الدنيا والشهيد في قتال داخلي بين الشعب نفسه؟ وهل يعقل؟ هذه المأساة ستبقى وصمة عار على الجميع.